أنا ما معيش فلوس أدفع مصاريف السنة دي. ابني في سنة تالتة إعلام، ومن أول السنة وكل كام يوم يرجع لي بجواب تهديد إنه مش هيحضر الامتحانات. وامبارح منعوه من دخول السكشن وقالوا له قدام زمايله مش هتحضر إلا لما تدفع المصاريف. مهما قلت لك كسفته قدام صحابه كانت عاملة إزاي، وكسرتي قدامه اني ما معيش. ولقيت الصبح داخل عليا وبيقول لي ما تشيلش هم يا بابا، انا مش هكمل وهشتغل وما تضايقش نفسك. فرحت ان ابني حاسس بيا، بس زعلت عليها اكتر. قلت اجي اشرح لكم ظروفي رغم اني ما بحبش اشتكي. قلت لهم كل اللي جوايا وما تهزتش فيهم شعرة. قالوا لي ده القانون، ورفضوا حتى يقسطوا لي المصاريف. قانون ايه ده اللي يمنع ولد من علامه؟ واخر كلمة قالت لي طالما ما معكش فلوس بتدخله جامعة خاصة ليه؟ كان ناقص يقولوا لي بتخلفه اصلا ليه، مع اني والمصحف كان معايا اللي يكفيني انا وامه واخواته، بس هي الظروف. ابني خبطته عربية قبل امتحان الثانوية بشهر. ابني كان متفوق في دراسته وكان دايما من الأوائل. وتوقيت الحادثة هي اللي خليته يخش الامتحان وهو تعبان. كان نفسه يخش كلية الإعلام ويطلع صحفي، بس معرفش يدخلها عشان ده قانون التعليم، إنك تقعد تدرس 16 سنة وآخر سنة هي اللي تحدد لك مستقبلك. وبحكم التنسيق ما دخلش كلية الإعلام، فأنا قررت أجي على نفسي وأدخله جامعة خاصة. ولما أمه تعبت وبقت محتاجة مصاريف علاج يعالجها يعلمه، لحد أما جت كورونا وخلصت على الباقي وخربت بيتي، أعمل إيه؟ قولوا لي أعمل إيه؟ ومحدش يقول لي قانون. أنا بقيت أكره الكلمة دي. هو القانون ده إيه؟ ملهوش روح؟ ولا روحه هي كمان طلعت مع روحي؟ وأنا شايف إن مستقبله بيروح. طبعًا هتقولي لي لو عملنا لحضرتك استثناء يبقى هنقبل استثناءات تانية من الناس ومش هيدفعوا المصاريف. الكلام ده حقيقي كنت هقوله لك لو انا قاعده معاك كعميده الكليه، لكن انا دلوقتي قاعده معاك كأم وحاطه نفسي مكانك. ابنك محدش هيمنعه من دخول الامتحانات وهيحضر كل المحاضرات، ده مبدئيا. ثانيا بقى على موضوع المصاريف هبقى اتواصل مع حضرتك في الموضوع ده، ما تشيلش هم خالص. وقول لابنك ولا يتكسف ولا يتكسر، لأنه عنده أب عظيم زيك. Watch it.